السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الأخوة الكرام، مرحبا بكم في هذه الجلسة مع بعض الوجوه الثورية في مدينة قارة في ريف دمشق، لنناقش تشكيل الائتلاف الوطني السوري ودوره في هذه الثورة المباركة. معنا الأخوة أبو جهاد، أبو حازم، أبا عبد الله، أبو محمد، والأخ أبو هاشم. أخوتي، نبدأ معكم، ما رأيكم في تشكيل هذا الائتلاف الجديد، وهل سيلعب دور في تغيير المعادلة السياسية على الأرض في الثورة السورية؟ نبدأ مع الأخ أبو جهاد. بالنسبة لتشكيل الائتلاف، طبعاً تسأل على رأينا. أول شيء، نحن حتى نعطي رأينا بالائتلاف، بس ما وضح الائتلاف، حتى نعطي رأينا بعمله. أنا بنسأل عن عمل الائتلاف، هل هو ناجح ولا مو ناجح؟ بس أكيد كل شيء بيساعد على توحيد العالم، فصل الصفوف، جمع الكلمة، نوصل لهدف مشترك كلياتنا، أكيد نحن رح نوقف معه. بس أما كمان في خوف اليوم من الائتلاف، إنه ظهور الائتلاف، كيف ظهر الائتلاف؟ هل هو طلع من الشعبية الأرضية هوني لحتى وصل لهالقمة اللي بإذن الله رح تنجح؟ عم ينتظر التوافق، عم ينتظر الاعتراف من دول الغرب، هل وافق على الشعب هوني؟ شو تمثيله؟ نحن لحتى نعطيه شرعية لهذا الائتلاف بدنا نشوف عمله على الأرض، حتى نعرف انه هل يستحق انه ياخذ دعمنا ولا ما ياخذ دعمنا. بس اللي بنتمناه من هذا الائتلاف انه يكون تشكل يعني على رغبه الشعب، مو خوفا او طمعا بالغرب. شو بده يقدم الغرب؟ لانه اولا واخيرا اثبتت الثوره انه ما في غير الشعب هو اللي بيمشي الثوره، بعد رب العالمين طبعا اللي بيمشي هذه الثوره، وهو اخر شيء راح يحط البنود. يعني كفكره الائتلاف، انت مع طبعا مثل ما قلت لك الفكره كل شيء بيجمع الصفوف، الواحد الكلمة. يعني يوم تشكل مجلس وطني العالم أيدته. أيدته ليش؟ مع أنه ما بنعرف شيء عن المجلس الوطني، كنا لا بنعرف عن الأشخاص اللي وجدت فيه، ولكن وجد مجلس وطني. كنا نحن عبارة عن عم نبحث على منطقة تجمع العالم كلياتها، حاس أنه تتوحد الكلمة وصير العمل منظم. ولكن خلال الفترة اللي مر فيها المجلس الوطني صار في مشاكل كثير، ردد ما ظل له هالشعبية على الأرض، ما ظل له هالتأثير على حركة الثورة على الأرض. بتمنى أن هذا الائتلاف يكون كمضمون. هو طبعا أوسع من المجلس الوطني، المجلس الوطني هو عبارة عن أحد الأجزاء المشكلة للائتلاف، بس بتمنى أنه فعلا يكون يعني ضامن لكل فئات تمثيل الشعب، والأهم أنه يكون موجهه هو الثورة على الأرض، مو موجهه شو بتريد أمريكا، شو بتريد أوروبا، شو بتريد غيرها. لأنه آخر شيء متى ما وجه مشي مع الغرب وترك الشعب، فمباشرة راح يصوت الائتلاف وكأن شيء لم يقع. شكرا أخي أبو جهاد. أخي أبو حازم، الشعب السوري يعني مجموعه خسر كثير يعني بهالثورات، وقدم ضحايا كثير. بنتمنى انه يكون الائتلاف يعني سبب بتخليص الشعب السوري، ويكون خطوه كبيره للامان ويخلصنا من النظام. هو المجلس او الائتلاف كفكره أنا بتوقع فكرة مقبولة جدا، ولكن مثل ما عرفنا لسه شو طبيعة تكوينه، شو شغله على الأرض، لا نعرف نحن كيف نحكم عليه. أما من خلال إنه كتشكيل، تشكيله مقبول، وبيضم فئة يعني بيضم معظم فئات المعارضة أكثر من المجلس الوطني. بس نحن لا بغينا نحكم غير على شغله على الأرض، وإن شاء الله بنتمنى له الخير. كفكرة برأيك هل هو ناجح؟ ما فينا نحكم على نجاحه، بس يعني لنعرف إنه شو دعمه على الأرض أول شيء، وشو يعني النظرة العامة اللي أخذها هو الائتلاف إنه عمل على توسيع المعارضة. يعني المعارضة نحن مع إنه هو وهم طبعا كليته على سلفة إنه والله نحن بدنا المعارضة، طول الدول العالم كليته عم طالب توحيد المعارضة، توحيد المعارضة. المعارضة ما بتتوحد، وسلفة تتوحد المعارضة. نحن لو إنه موحدين كان ما بيحكمنا، يحكمونا بقى تأسد 40 سنة 50 سنة، تمام؟ ولكن لابد من خلافات وجهات النظر وبالآراء وبالسياسات وبكل شيء، وهذا التجاذب والاختلاف هو اللي بيقوي الثورة، هو بيعطيك آخر شيء دولة فعلا فيها ديمقراطية. أما نحن اللي فكرة اللي أخذناها عن الائتلاف واللي بنعرفها عن الائتلاف إنه أوسع من مجلس وطني، ضم كتير كوادر، ضم بعض الشخصيات اللي ظهرت ببداية الثورة، يعني كانت موجودة فعلا على الأرض. ولكن أول شيء مجلس وطني يعني 70% من الأشخاص موجودة فيه، بجوز أكثر، كانت موجودة هي أسماء سياسية ونعرفها على الإعلام.
يعني ظهرت كيا محلل عم يحلل الواقع عم يحلل الواقع الثورة، يا أما دكتور جاي عم تواجد مكان أنا ما سمعت فيه بيوم الأيام. هذه الأمور انوجدت، وبالأخير ضد كمان صار مشكلة إنه نحن نطلع ملاكمة، اتجهنا للمجلس الوطني لأنه ما كان في بديل غيره، ولابد من إنه يكون في قيادة موحدة. صار وصل وطلع عشوائية طول العمر، لابد من أخش القيادة حتى تعرف لوقت توصل. أما أنا والله أمشي وبدون يعني زورق ماشي بدون ربين للزورق بده يغرق هذا، وهون نفس الشيء لابد إنه يقوده. بس هذا الشخص سواء كان مجلس ولا ائتلاف ولا نحن، الفكرة آخر شيء لازم يكون حركته بالشعب، مو حركته من أي شيء تاني عم يوجهه، عشان ما يرد يفشل فشل اللي فشله المجلس الوطني أو فشلته أي تنظيم. نحن بداية من نوجه تحية لكل أعضاء الائتلاف وللمعارضة بالخارج كل هون، بس يعني رغم تحيتنا لهم ورغم شغلهم، يعني نحن لحد هلا الداخل عنده نظرة لكل المعارضة برا، نظرة تقصيرية يعني. ونحن يعني أي خطوة باتجاه ولو إنها بسيطة باتجاه إسقاط هذا النظام نحن طبعا معها، بس نحن الائتلاف صار ونحن نشكر جهودهم، بس ما فينا نحكم على نحن مباشرة الائتلاف. الساعه جديد ونحن نطلع لك، نتمنى من كل الناس تتجاوز خلافاتها كرمالها تدمل على الأرض، والائتلاف في وجوه جيدة جديدة إن شاء الله، وإن شاء الله بيده للخير وللأحسن. نتمنى يتلافوا أخطاء المجلس الوطني، يعني المجلس الوطني صار له قائم سنة وما شفنا شيء على الأرض نحن نهائيا، لذلك ما بدنا نرد نصطدم بائتلاف تاني. نحن هلا بنتحفظ برأينا لنشوف الشغل على الأرض، وخايفين أنا يكون تشكيلا للائتلاف يعني مرحلة مثل ما مرقت مرحلة المجلس ومرحلة الدابي، مرحلة المراقبين، يعني تكون مرحلة مهلة للنظام ومهلة للنظام ما تبدي للنتيجة بالنهاية. احنا بدنا شيء واقعي، بدنا الناس شغل على الارض يعني تشتغل، يبين حركة الثورة انه صار فيه يعني هالثوار، صار وضع انه في ناس عم تعبر عنهم وفي ناس عم تقنع الدول وتشتغل برا انه الثورة لازم ينضع حد لهذا النظام. هذا اهم شيء. واللي شفناه نحن يعني بالوجوه، يعني غالبية الوجوه الموجودة بالائتلاف كانت سابقا بالمجلس الوطني، يعني هل انه هن تصفية حسابات شخصية ما عجبته ما عجبوا فلان او فلان او رئيس فلاني بيتركوا وبيشتغل ضده؟ لا، يتجاوزوا خلافاته، لانه نحن على الارض الواقع نحن اللي عايشينه جوز ما يدروا هن فيه او ما يقدروا، يعني احنا بدم على الارض يوميا. هل هو ابو عبد الله كيان مجلس وطني موجود هسه؟ يعني كيان مجلس وطني هسه موجود وتحت قيادة جديدة وتابع، بس ولكن الفكرة كانت إنه هل هو الممثل؟ يعني نحن اللي صار إنه أنت في عندك نقطة ممثل لهالشعب السائر على الأرض، هل المجلس الوطني يمثله بعد ما فشل بتمثيله؟ يعني تبين إنه يعني أنت عم بيمشوا بمسار والثورة ماشية بمسار، فتبين للعالم كليته إنه المجلس الوطني ما عاد ممثل شرعي 100% لمين؟ طيب هي إشارة استفهام جديدة، يعني مؤسسة قائمة تحت ائتلاف جديد وإله أمانته العامة وإله أعضاءه التنفيذيين وإله إلى رئيسه، شلون بده مجموعة مستقلة للمجلس الوطني واندمجت هالاندماج بدون تفهيم الناس؟ يعني أنت يعني شبه إنه ما بينوا للناس هو ظهوره المجلس الوطني، ظهوره يعني صار بشكل واضح. بس أما الفكرة العامة مطلوبة إنه أنا هالمجلس يعني بحث عن قائد جديد للثورة، يعني شيء يوجه الثورة يعني يكون ممثل فعلي للثورة. فنحن مثل ما حكينا هسه اليوم محل اختبار، أنا ما في أعطي رأيي فيه، ولكن مثل ما حكينا إنه هو كونه يعني هسه نوجد على الارض، نتمنى انه فعلا يحقق التمثيل الفعلي، مو التمثيل الاعلامي، مو تمثيل انه والله نحن ايه لازم يكون عندنا يعني مجلس حتى يضم كل فئات الثوره حتى نمشي. هو طبعا مو شرط يضم الكل، لانه يعني مثل ما حكينا المعارضه لو كليتها 100% كلها مع بعضها كان هذا زمان من زمان سقط النظام وما نوجد بالاساس. اما الفكره لابد من انه يكون في خلافات وجهات النظر، بس ما تحيدنا عن القضية الأساسية اللي هي اليوم إنه أول شيء نخلص من النظام بعدين نحكي نسالج، لأن إحنا ما عندنا خصية لأي شخص كان بعد ما يسقط النظام. ونحن أكثر شغلة بتطمن الشعب السوري هي نعرف الظروف، الظروف والأسباب اللي تم تشكيل فيها تشكيل الائتلاف، يعني ما بيرتاح المواطن السوري لا يعرف شيء الظروف اللي تشكل فيها وشو الأسباب اللي أدت لتشكيله، حتى المواطن السوري يعرف شو الخطوات واصلنا نحن بالثورة. يعني هذا ضروري جدا نعرف واصلنا بالثورة من خلال الائتلاف، هل هو يعني تمثيلية أو مصالح عظمى عم تتصفح، أو إنه الأحداث على الأرض صارت تتطلب إنه يوجد هو، أو الثورة تقدمت لمرحلة
لازم صار إنجاز. هذا يعني أهم شيء. أخي أبو حمد، بالنسبة للإئتلاف الوطني تشكيلته مبهمة كثير، يعني ما حدا عارف كيف تشكل. وهو أنا بنتقد الأخ أبو حازم بهالموضوع. أنا هلأ طريقة تشكيله، طريقة تجمعه، طريقة هذه ما بتهمني كليتها. أنا بيهمني شغله على الأرض. إذا صار في شغله على الأرض، المعارضة المال توحدت معه أو اندمجت معه تلقائيا بتندمج. من شافت شغل فعلي على الأرض وفي تقدم بهالثورة واتجاه إسقاط النظام، بإذن الله يعني تتوحد المعارضة كليتها. أنا بالنسبة لموضوع إنه الشغل هلأ ما ببين معنا، إحنا يعني نحن صحيح طلع في جمعة باسمه، بس جمعة مثل انفرضت فرض أو تسمت على وسائل الإنترنت، يعني كونه كان مشكل جديد. إيه، فنحن طبعاً إذا شفنا شغله وبدنا ندعمه ويصير هو ممثلنا الوحيد ومعه نحن يعني. إيه، أما إذا ما شفنا شغله على الأرض مثل غيره يعني، ما هدول بيطلع بيقوى وسائل يعني ما بدنا حكي نحن. أخ أبو هاشم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ندعم تشكيل المجلس الوطني ونبارك له، الائتلاف الوطني نبارك له، ولكن نقول كلمة إن الله هو الذي يدعم الثورة وسينصرنا بإذن الله. وأي ائتلاف أو أي قائد للثورة لن يخدم الثورة فسيفشل. والغرب، ما نقول للغرب إن مهما أرادوا أن يضعوا قائدا للثورة فسيفشل. سنريد ثورة من قلب الشعب، من قيادة من قلب الشعب. قيادة، نعم، نريد قيادة من قلب الشعب. طيب برأيكم شو لازم يختلف هذا عن المجلس الوطني اللي فشل؟ لازم يعمل شيء ما عمل المجلس الوطني لحتى يكون ناجح بالنسبة للشعب. يعني احنا ببداية تشكيل مجلس الوطني كنا تقريبا مثل هلا دعمناه وعطيناه كتير، يعني منتظرنا عليه كتير وما شفنا منه شيء. شو بيختلف هذا عن المجلس الوطني وشو لازم يسوي؟ هلا هو هون يعني الموضوع مثل ما حكينا، انه شو يختلف. انا ما وجدت اسئله حتى اقارنه، بس انا اذا بدي مثلا يعني شو بتنصح للي عم يشتغلوا اليوم على ائتلاف او الرئاسه الموجوده بالائتلاف، انه لحتى ما يقعوا بالمطب اللي وقع فيه المجلس الوطني. اذا السؤال بهذا الشكل، فنحن مثل ما حكينا يعني اليوم المجلس الوطني انا ببحث عن كل شيء عيوب كان مالق فيها لحتى. طبعا هذه العيوب انا كيف بدي اعرفها؟ نحن مثل ما حكينا اللي بهمنا سواء مجلس وطني ولا ائتلاف ولا هيئات ولا مين ما بده يتشكل، اللي بهمه اللي لازم كله يعرفه انه انا بدي يوجهني هو الشعب، بوصله لتوجهني هي الثورة على الارض. شو ممكن توجهها؟ ما بدي اخجل لا من اذا فيها اسلام ما بدي اخجل، اذا عم تحكي بعلمانيه بدي ما اخجل، عم تحكي بدول مدنيه ما بدي اخجل. شو مطلوب على الارض؟ هو اخر شيء انا رايحين نحن نوصل، لانه الشعب شو بيريد؟ الشعب يريد دوله اسلاميه بتشكل دوله اسلاميه، الشعب يريد دوله مدنيه بتشكل دوله مدنيه، مدنيه اسلاميه، كل البنود مطروحه. اما انا انجار بعملي هيك طبعا من المستوى الخارجي، اني انجار انا من برا، بس انه شو طالب من الغرب؟ شو طالب ادب تنازلات؟ شو طالب انه وجه الثوره؟ اسماء الجمعه كانوا يمشوا على كيف، وبنعرف كثير خلافات صارت باسم الجمعه، لانه المجلس الوطني بده شايف والعالم على الارض شايف، وظهر اكثر من جمعه انه صار في اسماء للجمعه. هذا لازم ما يدخل، لازم تكون مثل ما حكينا بوصلتها مشيتهم هي الشعب. الشغله الثانيه يعني هذا بالنسبه للغرب، انه انا ما اتعامل مع الغرب انه انا موسل للثوره بدون ما اسمع راي العالم. الشغله الثانيه الاهم اللي هي تواصلهم مع الداخل. تواصل مع الداخل، طبعا في اعضاء يعني الائتلاف طبعا اوسع من المجلس الوطني بحيث تمثيله على الارض، يعني شارك من كل الهيئات الموجوده اليوم والمجالس بالدمار، مجلس دمشق، مجالس كليتها شاركت كلها اعضائها موجوده ضمن الائتلاف. بس الافضل كمان مثل ما حكينا انه حتى هي المجالس اليوم ترجع تفعل عملها مع الشعب. يعني اليوم عندك مثلا مجلس، نفترض نحن هون بالنسبه لنا بنتابع مجلس ريف دمشق، موجود مجلس ريف دمشق، طب موجود مجلس ريف دمشق ونفترض مثلوا ولا ما مثلوا ضمن الائتلاف، بس حتى اذا تمثل ضمن الائتلاف، هل المجلس ريف دمشق بيمثل الشعب؟ هل له ترابط معنا اليوم على الارض؟ لا. انا كثوره بقارة عم تطلع او كمظاهر ولا كحراك سياسي ولا عسكري ولا شو ما كان موجود بقارة، هل مجلس ريف دمشق مثلا له تعامل او له عم يسمع مني هون؟ هذا كمان لازم بده يتابع الائتلاف، الائتلاف انه استلم قياده، كونه استلم قياده بده يرجع من القواعد يعرف انه هل فعلا انا اي شخص اليوم ماشي على الارض، اي منطقه مهما كانت صغيره، عم بسمع رايها ولا ما عم بسمع رايها؟ اذا تعامل مع الموضوع بهذا الشكل وزدت ورا ظهره
التجاذبات بتطلب منه من برا والضغوط بتنضغط على بهمه انه اخر شيء ما راح نشرب هذا الشاب وما راح يسقطوا هذا الشاب، وهو فقط لازم يعرف انه هو خادم لهذا الشاب ليوصله لمرحله هل انتقاليه مو شرط هو يستمر فيها الائتلاف ولا الاشخاص موجودين بالائتلاف، يعني مثل ما حكينا رفض تقديس الاشخاص كلها راح تنتقل. اخي حازم سقوط نصر، الاولويه والاهم شيء يعني بنظر الشعب السوري هو نشوف خطوات، يعني شوف شغله على الارض، يعني اذا بنقارن بالمجلس الوطني بدنا نشوف هو شو اشتغل، لسه ما اشتغل شيء ولا نعرف، بس نحن اهم شيء مثل ما قلنا خبجات انه تكون يعني يكون ماشي مع الثوره بالداخل، ما يطلع لاراء الدول برا، الدول برا بحياتها ما تمنت الخير او تمنت ان الشعب هو يحكم بنفسه، يعني ما تحط ولا دوله بالعالم على املاك او شروط تكون اراؤه او قراراته يعني منصفه، يعني مثلا مش شاف زيته من هون من الداخل ما هو من برا. يعني قيادات المجلس الوطني زارت روسيا وزارت الصين مشان يغيروا موقفهم، انت مع هالشيء يعملوه بالائتلاف ولا ضده؟ لا كل شعب له طبيعه، نحن الشعب السوري عندنا مبادئ ما فينا نتخلى عن مبادئنا، اذا بدنا نروح لعند اي دوله بالعالم مشان يتنازلوا عن مبدا او على 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 طبيعه من طبيعه الشعب احنا ما بنقبل، لانه لازم هن يتعلموا منا شو بدهم يشتغلوا، يعني مش الشعب من الثوره من الداخل يعرف الشعب شو بده ويتصرفوا على اساس، ما هو شو بدها الدول برا يعني يتصرفوا على اساس شو بدها. يعني بالنسبه لك سقف المطالب هو اسقاط النظام، ما بنقبل اقل من هيك ابدا. اكيد ما حدا بيقبل ولا سائر ولا الشعب، ما عاد رضا اصلا الشعب السوري ضحى كثير 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 بعد كل هالدم، يعني بعد كل الدم اللي صار وبعد الدمار اللي صار، ما عاد رضا الشعب السوري حتى وهو اسقاط هذا النظام، باسقاط اي نظام يعني بده ما يكون خادم لهذا الشعب، اسقاطه محاكمه. انت كمان موضوع انه والله بس فتح النظام حلت مشكله، ما عاد يقبل هذا الشعب اذا ما حاكم اللي ارتكب فيها المجازر من اكبر راس لاصغر مجند، قتل شخص استشهد شخص بسببه كله بده يتحاسب. بس الموضوع اللي سالته انت بالنسبه للتوجه لروسيا والصين، وعن هذا الائتلاف اللي توجه لروسيا توجه للصين توجه لامريكا توجه لفرنسا، هذا المفهوم كلياته هو واحد، هو يمكن تبادل الادوار، شو عم تشتغل روسيا شو عم تشتغل امريكا، هذا كلياتهم لازم نحن نعرفهم انه هم اعداء لنا، وخاصه بعد ظهور التيار الاسلامي يعني والثوره بلشت تاخذ هذا الطابع على الارض، وبنعرف انه كلياتهم مله واحده كلياتهم ضد الموضوع. ولكن نحن كمان يعني نفس الوقت بدك تتعامل مع امريكا بدك تتعامل مع روسيا بدك مع الصين، لا تقدم تنازلات غير بيقدمها الشعب، والشعب مو مستعد يقدم ولا تنازل، لانه تشكل الائتلاف دعم بسلاح ما دعم بسلاح واقف بالشارع صار له سنه وثمان اشهر عيل الصادر واقف قدام الدبابه ما عم يستنى حتى تكرم على روسيا وتقول له تفضل السلاح دافع عن نفسك او تطرق على امريكا دافع عن نفسك، مع ضروره السلاح ضروره انه تنظم الموضوع ويصير بشكل اقوى وافضل، بس بنفس الوقت ما انا مستعد اقدم تنازل هالقد من شان يعني ما راح تشتري مصاري، هذا الشعب اللي طلع هو شعب كريم بالاساس فما راح تحسن تشتري مهما صار. يعني اذا وقف الائتلاف الوطني مع الشعب سينجح، اذا لم يقف مع الشعب ومع الثوره بالضبط هي خلاص الشيء اللي لازم يعرفه. بالنهايه اي انسان اي طبيعه انسان وقت بصير على وقت بخاف او بصير على حصر بده يلجأ لله سبحانه وتعالى، هذا الشعب لجأ لله سبحانه وتعالى، يعني يقول لك ثورة إسلامية أو ثورة موسع هذا الحكي، بطبيعة الإنسان وقت بصير عليه خوف أو جزع مضبوط بيلجأ لرب العالمين، والشعب السوري كله هذا تفكيره، فهنا لازم يتماشوا مع شو بده الشعب، لا يطلعوا شو بده العالم، صحيح احنا مرتبطين بعلاقات دولية مع دول وهذا يعني المفروض، بس اهم شيء عندهم لازم يكون هو راي الداخل وراي الثوار الداخل وراي الشعب السوري، ما نكون مبالغين عليهم كثير، يعني تعملوا بلاشتوا وعم تسووها موضوع سياسه، السياسه اكيد فيها امور كثير، يعني بده يضطر يتعامل مع روسيا ويضطر يتعامل مع فرنسا ويضطر يتعامل مع الكل، بس مثل ما عم نحكي كمان الشعب الموجود على الارض لازم يكون مطلع عم يوجه لك سياساتك، يعني الشعب صحيح بجوز انه مو كلياته على مستوى واحد من العلم السياسي اللي قادر انه يدير هي المرحله، ولكن كمان الشعب قادر يفرز مجالس، وفرز المجالس الداخليه قبل ما يتشكل مجلس وطني قبل ما يتشكل ائتلاف، في عندنا مجالس سواء كان على مستوى
مناطق سواء على مستوى محافظات تشكلت مجالس قبل ما تشكل مجلس وطني. فهذه لو ما في كفاءات فرزت هذا المجال ما كان وصل لا تشكل مجلس وطني ولا غيره لو ما وجدت بالأساس المجالس المحلية اللي هي عم تعطيها الشرعية. فهذه المجالس أيضا فيها سياسيين. اليوم يعني كأي مجلس موجود في مكتب سياسي طبعا. مكتب سياسي لازم يكون على اطلاع بالتحركات السياسية للائتلاف لحتى يوصل الفكرة للعالم. يعني أنت في السياسة كثير أمور تظهر إلك إنه هي هذه ضرر، ولكن بنفس الوقت يكون في شيء تحت الطاولة عم يلعب. لابد من بعض يعني ما يكون في غموض تام تبع السياسة على الشعب، لأنه الشعب اختار طريقه ومشي فيه وما عاد يطلع على السياسة. والمرحلة اللي وصلنا لها بعد 6 أشهر من يعني ظلم كل شيء إعلامي ومادي وعسكري كل شيء لهذا الشعب، فالعالم يعني زادت وراء ظهرها السياسة، زادت وراء ظهرها دول العالم كليتها، وهو هذا اللي لازم يكون يعني من أول يوم. أنا مثل ما حكى أرباش من شوي، رب العالمين هو اللي قايد الثورة، هو اللي مشيها، مهما سووا هن برا، نحن ما نتكل عليهم. بس كمان بحكم موقفهم كائتلاف، لابد إنه يصير في تواصل سياسي مع كل هذه الدول، بس كمان لازم يكون يعني أقل شيء نسبة كبيرة من الثوار بالداخل على اطلاع بتحركاتهم السياسية، وشو بقدمها العروض تحت الطاولة. أنا برأيي هذا الائتلاف محكوم، يعني إذا نوايا صادقة محكوم بالنجاح، إلا إذا في شيء عم يرسم يعني هن عبارة عن أشخاص أدوار عم يخوضوها، لأنه هن لازم يعتبروا المجلس الوطني مدرسة لهم، يعني مدرسة صار أخطاء وصار متطلب صفى الأمور قدامهم كلها مكشوفة، يعني ما في داعي يجربوا الشيء جديد. تطلبات الشعب كلها بعرفها، المجلس الوطني بعرفها، كل الناس بعرفها، التنسيق بعرفها، كل العلم صفى هن يعني طالعين على شيء معروف. يعني ما في داعي هلا للمهل ولا انه شهر ولا شهرين اعطيه انا فرصه ولا للائتلاف، لا انت متطلبات الشعب عايشها، وكثير من رجال الائتلاف كانت موجوده بالمجلس الوطني، صفى طلبات الشعب معروفه عندهم يعني، والاجندات اللي طالب فيها الشعب. يعني انت مثل جبت طلاب صف اعطيتهم الاسئله قلت لهم حلو، واعطيتهم مده 9 أشهر يعني نضرب المثل على المجلس الوطني. بعد 9 أشهر كل المدرسة بتعرف هذا الصف، جبت صف تاني قلت له تعالوا حلوا نفس الأسئلة. أنت الموضوع موجود، ما في داعي لا ما طلع ولا للطلبات جي من المجلس. الائتلاف الجديد محكوم بالنجاح إن شاء والأبى، إلا إذا عبارة عن أجندة كمان أو فترة تنضايا مثل هيئة المراقبين أو تنضايا الوقت، لأن هالشيء بالضبط يعني. وعلى فكرة أنت يعني الشعب على الأرض سابق هالناس بكتير يعني، يعني هن مع الواقع ان احنا سابقينه كثير، ان احنا طلباتنا ونشاؤنا ابو ماشيين على اسقاط نظام، هن بده يكسبوا حالهم بنظرة الشعب، اما نحن متابعين فيه ولا بليون لاسقاط الحكم. يعني انت ما بهمك المجلس شو ما كان، ماشي على طريقتك، لا ماشي معك مش معك سواءنا، لا بالعكس نحن اذا قلنا قياده كل ثوره لابد لها من قياده، اما نحن الثوره مستمره سواء رضي المجلس الوطني، سواء رضى الائتلاف، سواء رضيت هيئة التنسيق أو لم ترضى، سواء شاركوا الكرد ولا يعني الكرد. نحن نوجه رسالة للأخوة الأكراد إنه شو صار عم تنتظروا؟ شو صار عم تنتظروا؟ أكثر شيء كانوا ضايعين في سوريا ولا الأستاذ عمار القربي ولا ما بدنا ندخل بالمسميات، يعني شو صار عم تستنى هالناس؟ يعني هل أنتم قاعدين برا ومطمنين وبفنادق ومع عيالكم؟ نزلوا على أرض واقع، بس نزلوا على أرض واقع شوفوا هموم الناس، شوفوا حياتها، شوفوا البرد، يعني هلا بدنا نطلع على الشتوية. ومنطقتنا يعني هون منطقة من أبرد مناطق سوريا يعني، بس بتمنى واحد منهم يجي على أرض واقع يشوف يعني طلبات الشعب. نحن ما بيهمني بس بطلع على نظر على المحاضرات وعلى التلفزيونات والشعب بوادي وانت بوادي، هاد نتمنى أن تتلافوا أخطاء المجلس الوطني. يعني إذا هالقيادات بدها توحد الشعب وهدفها نفس هدف الشعب، فنابد من القيادات، يعني الشعب ضروري يكون في قيادات، ونحن معهم اذا بتبنوا نفس ما طالبنا وبيشتغلوا على اللي بدنا اياه، ونحن معهم. طيب انت برايك لو كانت القياده من الداخل كان اختلف عمل المجلس ولا ما دخلوا هلا هذا النظام؟ هذا النظام لا يمكن يصير قياده من الداخل، لا يمكن. واصلا هو النظام من 50 سنة يعني ما خلى شخص يكون عنده مؤهلات قيادة ولا واحد بالمليون، لأنه تعرف أنت النظام كان هو القائد الوحيد لكل شيء، يعني ابتداء من هذه المدرسة كله كان يمثل شخص سيد الرئيس، ما في عنده قيادات، فإجمالا بتكون قيادة من برا. هلا أنا بعرف الموضوع، هلا من الداخل
يعني خاصة هذه الثورة خلال سنة وثمان أشهر ربط قيادات على أنت موضوع السياسة يعني شخص بده يكون سياسي غير الشخص اللي ظاهر على الإعلام بيجلس المسؤول بس الشغل بحرية ما بيشتغل بالضبط هذا سؤال لاب تاني أما إنه أنت إنه يكون قيادة من الداخل بسوار الداخل طبعا هذا بيحتاج لمنطقة تكون يعني أنت شكلت حكومة داخلية يعني أنا بتعدي منطقة حققت مثلا فيها حظر طيران منطقة معزولة قادر تأمن حماية وقت يعني هلا الشخص اللي بيشتغل قيادة بالداخل بده تيجي لعنده وفود من دول برا وبده يروح يعمل مشاورات مع دول برا دولة بحد ذاتها في عنده حرية حركة أما نحن اليوم يعني مثل خالد أبو صلاح مثلا طلع هريبة من سوريا لحسن يتواجد برا لين يوجد بالإئتلاف ومتى ما صار بالإئتلاف بس بدنا نعتبره صار يوم يوجد بالخارج يعني حتى لو عم يتواصل مع الداخل بأي وسيلة كانت غير الشخص الموجود جوا كهيئة متكاملة فأنت موضوع إنه يكون بالداخل أكيد أفضل نحن هذا بنتمناه من الإئتلاف انه يسعى اول شغله وهذه خطوه كثير رح تكون مهمه انه لمنطقه عازله تاخذ يعني ارض محرره صارت فعلا وقت سوريا محرره موجوده فيها قد ما كانت صغيره هذه المنطقه ولو كانت يعني على مستوى مدينه مو محافظه هذه تحررت ينوجدوا فيها طبعا بعد ما يامنوا طبعا حظر الطيران والمنطقه معزوله بس انه ما حد يدخل عليها تامن حمايه للشعب من هون تطلع طبعا اكيد رح يكون عامل بالداخل افضل بكثير يعني رح يحس بمعاناه الداخل مثل ما حكى يعني الاخ عبد الله انه انت مع احترام للكل انا ما بدي اقول له تعال اقعد بالبرد هون لمين ما كان يكون بس نفس الوقت لو انه هو بجوز يعني التقصير منه المهم اما كل منطقه لازم يكون عارف ايش عم يصير فيها يعني انت عم تجي بتحكي بارب رغم ان ارب انه ما فيها العمل المسلح الظاهر الوجد ولكن احنا في معاناه مع اللاجئين كثير واليوم يعني انت الدنيا هون يعني المنطقه من ابرد المناطق بجوز بسوريا وموجود هلا مر عليك يعني 5 اشهر نحن شفتوا اياه بارب هذه الفترة كلياتها حدا عم يطلع على هذه العلب اجت قاعدة هون مين بده يغذيها مين بده يطعميها مين بده يلفيها ليش في ناس بتصير يوم ما تحممت منه طبعا اللاجئ طبعا اللاجئ انت من صار في عندك اللاجئ بده يأثر على في البلد لانه اللي انت اذا تعطيه للاجئ بتتأثر من البلد ف يعني البرد وطول يعني بيصير بحاجة لانه يعني نحن الشعب السوري أصغر وحدة وحب لبعضه بشكل كبير ومستعدين نفدي بعضنا بأرواحنا ومنقول بالنسبة للأستاذ معاذ الخطيب هو يعتبر من قيادات الداخل ولكن خرج لبرا لظروف أنه النظام مجرم والشعب يعني بالنسبة للشعب السوري مستعد أنه يقدم ضحايا من الولد إلى النفس من نفسه وولده وماله وكل شيء فداء للثورة وهو فداء للدين قبل كل شيء فالشعب السوري كمان مستعد انه يقدم كل شيء لاخواته اللاجئين ونحن كلنا لاجئين بهذا البلد يعني ما هو واحد بفضل عن واحد او والله انا ابن بلد او ابن قرية واللاجئ ابن اي مدينة اخرى هو لا هو قبلي بكل شيء انا مستعد اقدم له كل شيء طبعا هذا موضوع ابو هاشم مثل ما عم تحكي يعني هذا كنفسية العالم بالاساس وتربيتها هي اللي عم تشغل هذا الموضوع عيون يعني عم العالم عم تقدم اغلى ما عندها لحتى تريح اللاجئ اللي جاي لعندها بس نفس الوقت طبعا هو لاجئ يعني هذه ارضه هذيك ارضه كليه اولاد بلد واحد بس هو الفكره ضمن السؤال اللي طرحه انه نحن عم نقارن بين الائتلاف والمجلس الوطني فهذه كنصيحه لوجه للائتلاف المجلس الوطني خلال هذه المرحله نحن بحكم منطقتنا هون نحن العمل الاغاثي كان له دور كبير او عبد الله صوره الموضوع كثير ان العمل الاغاثي كان له دور كبير عندنا هون على الارض ولكن هل المجلس الوطني بعت ولو شخص يجي يعمل جولة أو دراسة عن آرا والاحتياجات آرا طبعاً هذا مدير يعني ما بس لا في بالنسبة للمجلس الوطني يعني حيد الداخل بدوز ل يعني ما يقدر يتواصل مع الداخل ما يقدر يأمن مواد ما يقدر نحنا بس أعرف مثال عن المخيمات على الحدود يعني مخيم الزعتري اللي بينافي الإنسانية كلها ما شفنا حدا تكرم من أعضاء المجلس الوطني اللي دخلت راحت على الزعتري وقالت شو بدها الناس يعني والغبار والمخيمات بتركيا رئيس وزراء بريطانيا بروح مخيم الزعتري ولا واحد من المجلس الوطني فكر انه يشوف كيف هذه الناس عايشه شو عم تاكل كيف عم تنام كيف عم تغسل كيف عم تشرب كيف عم تمارس حياتها الطبيعيه ما واحد من وراء يعني رئيس وزراء بريطانيا جاء على الاردن مثلا زياره سيارتين ثلاثه فكر يقول عنده شاف اما انه وين ما راحوا ولا جابوه بس لو جايين هن لو جايين عرفوا المعاناة بالعالم فإجبار كيف ولا يشتغلوا شو عرفوا معاناة بالعالم حتى الخارج حتى نحن هون كداخل انت كمان المفروض المجلس الوطني هو مو بس
الاخوه اللي نجوا برا يعني السوريين اللي طلعوا جوا، هو في مينا هون بالداخل، بالداخل بده يكون له يعني هذا بيسبب تواصله مضبوط مع الارض، ولا انا مثل ما حكينا اذا ما له تواصل مع الارض يبقى ما له شرعيه، واذا ما له شرعيه يبقى كليته حكي اعلامي وبده يمشي. فهذا الموضوع اتمنى انه يتفاهم، وهذا جانب من الجوانب ولو كل شيء يعني الفكره العامه يكون تواصل اكيد مع الداخل. وفي شيء اليوم مطروح بجوز انه هلا في شيء طرح انه تشكل مجالس اداره محليه، طبعا هذا بيتطلب يعني انت مجرد وجود حكومه. طيب هلا مثلا الائتلاف طرح موضوع حكومه، من المجلس الوطني ما طرح تسابت حكومه، هلا وجود الحكومه صفى في مجالس داخليه، فبنتمنى هذا يتعزز مضبوط حتى يحقق ترابط. وعم يصير سفراء بالدول الثانيه يعني اكبر مثال ملاحظه انه لولا الثوار السوريين والمتظاهرين السلميين في البدايه لما كان المجلس الوطني ولا ما كان الائتلاف الوطني ولا ما كانت هذه الثوره التي ستنتصر باذن الله. طيب انتم يعني كوجوه ثوريه هون في مدينه ارعى او يعني تمثلوا شريحه واسعه من الثوار، شو بتتوقعوا منه؟ يعني انت كسائر اخ ابجهاد شو بتتوقع منه انه يمدك هلا؟ يعني لو نفترض انه مشي حاله واعترفوا فيه دوليا، اعترف فيه الشعب، المطلوب منه شو بدك منه؟ شو المطلوب منه؟ شو مطالبنا منه؟ كائتلاف بمسلك وراح يعمل دولة. طبعا هو وقت بده يحقق الائتلاف هذا يعني المطلوب منه مثل ما حكينا كل فئة وكل منطقة لها حيثياتها ولها متطلباتها. نحن وقت نجي نحكي هوني أنا اليوم العمل الإغاثي بجوز أكثر شيء شغال عنه هوني، بنطلب إنه مثلا يكون في مهمني التواصل، أنا بهمني يكون متواصل مع الداخل يعرف متطلبات الداخل ويقدم له إياها. بالإغاثة محتاجين منطقة مثلا محتاجة إعلام إغاثية يساعد بهذا الموضوع، محتاجة صار فيها عمل عسكري واحتاجة سلاح وتجهيز الكتائب والمجموعات بده يكون واقف معها. طبعا هذه الأمور كلها أنا بطلب إنه يعني أهم شيء متى ما تواصل مع الداخل بشكل صح وكان عم يتعامل مثال بإذن الله راح ينجح تنجح الثورة كلها. أما إذا بده ما يتواصل مع الداخل غاب الإعلام وما يكون قاية هالثورة أو استلم مكانه بسل فأكيد راح ينجح. أخي أبو حازم أنت كمسؤول عن اللجنة المالية في المجلس الثوري في أرعى، شو مطلوب من المجلس؟ في أي شيء يعني قلق؟ أن كل منطقة في سوريا كان يعني كان المتطلبات غير متطلبات منطقة الثانية. نحن بأرعى أكثر شيء كان مطالبنا إغاثية حتى نقدم ل حتى يعني ما بس الأخوة الوافدين من المدن الثانية من حمص، أنا أبناء قارة اللي كانوا عايشين بدمشق كله صارت عندنا بأرعى. هذول شكلوا ضغط كمان على كل شيء. يعني انت بدك بس للاغاثه اللاجئين؟ انا لك كل منطقه في سوريا لها طبيعه مختلفه عن المنطقه الاخرى. نحن هلا اكثر شيء بحاجه لارى هي المرحله عم نحكيها بهي المرحله. هلا قد تتطور الامور يعني بين يوم وليله، بجوز هلا بعد هذا اللقاء يجوا يدهوا بين يوم وليله قد تتغير الامور بشكل كامل. نحن بهذه المرحله بحاجه ل انه نغيص اخواننا اللي جاوز عنا يعني يعيشوا اقل شيء يعيشه يعني شبه كريمه، ما بقول لك كريمه انه الشعب السوري كله هلا بازمه وكله يعني عم يمشي اموره بتيسير من الله سبحانه وتعالى. اخي ابو عبد الله نحن صرنا سنه وثمان شهور او تسع شهور بالثوره، يعني من برا كنا مجلس وطني او قيادات ما قدمت شيء للداخل بالنسبه لموضوع الاغاثه، وطول هالفتره اعتمدنا على اهل البلد وعلى المساعدات وعلى مؤسسات خيرية وجمعيات خيرية وهيئات يعني. وهل طول هالفترة يعني النظام يعني عامل وقت طويل، هلا سنة وتسع شهور استنفذت الناس يعني. يعني انت بدك تقول لي اغلب الناس وقفت مصالحها، يعني مثل ما اقول لك نحن بجوز قبل هالفترة ما كنا بحاجة لا لمجلس وطني ولا لإغاثة هيئة ولا اي شيء ثاني نهائيا، بس نحن طول الوقت وزيادة الضغط على المناطق اللي يعني ارى تعتبر منطقة هادية نسبيا يعني ما فيها الابجاد لا عمل مسلح ظاهر ولا شيء، يعني اعتمد على موضوع اغاثه كانه المناطق المجاوره او الوافدين عنا. يعني بقاره مثلا في صار قريب ال 1400 عائله وافده من غالبيتها من حمص. طيب. ومن حما ومن المناطق الثانيه، والعبء الثاني اللي جانا نحن غالبيه الناس من قاره
بطبيعتها بتقضي شتويتها بالشام يعني بالعاصمة. هلا العاصمة تقريبا نكبت وكلها رجعت ناس يعني، كمان جاء عبء تاني يعني عدد 500 عائلة هذه اللي جيت كمان فوق. يعني احنا بهجب معروف عن منطقة القلمون بشكل عام بسوريا منطقة باردة عن كل يعني سوريا، حتى في عالم يعني منهم نحن هلا كدعم لوجستي للإغاثة، كدعم لوجستي عنا بس مباشر بجوز يكون لنا أعضاء المجلس عم يسمعونا. نحن نحن المطلوب إن يتواصلوا مع كل منطقة بالداخل ليعرفوا كل منطقة شو طبيعتها وشو تتطلب شو متطلباتها وشو طبيعي يعني كيف عايش الناس فيها. يعني انت اليوم يعني هذا واجبهم. انت عم تحكي بطلباتنا يعني هلا ممكن مثلا ابو عبد الله بالنسبه لموضوع الاغاثه حدد لك شو طلباتنا بالضبط، بس انا حسنت اني احصل مثلا على بث مباشر او احصل على صوت وصله للائتلاف، بس انا ما بدي صوتي انا دور على الائتلاف اللي بعته اياه. المطلوب انت عم تطلب شو مطالب بالائتلاف اذا كان اللي بدنا اياه انه على اصغر منطقه بسوريا يكون في له تواصل مع الدول ويعرف كل مجال متطلباته امور تنظيميه سهله يعني بكل مجال يعني اربع خمس مجالات، عندنا مجال عسكري عندنا مجال اغاثي عندنا مجال سياسي عندنا مجال اعلامي، كل مجال من مجالات يكون في تواصل بشكل وهذا شيء طبيعي لانه هو صار ممثل يعني هو بده يصير ممثل الشرعي هو الوحيد للشعب فهو لازم يعرف كل منطقه إذا في إخلاص بالعمل بيحسن يوصل بيعرف شو المتطلبات في كل منطقة. بالضبط. طبعا هو بالنسبة للتواصل يعني وال وتحديد الأشخاص بده يتواصل معها يكون موضوع ثقة، يكون موضوع ثقة من الشعب، يعني مثلا بدهم فرضا دعم الجيش الحر، فرضا بدهم يدعموا شخص بالجيش الحر، الجيش الحر يكون موضوع ثقة، يكون هذا في شغلات عم تصير يعني بلا ذكرها على المباشر هلا. هذه الأمور بترجع لأمور تنظيمية. أنا برأيي أهم يكون بشكل سيدة. أهم شيء يعمل على الائتلاف الوطني أنه يمد الجيش الحر بمضادات الدروع ومضادات الطائرات. هذا يسعى فيها أهم شيء. وإذا لحق المجلس الوطني والغرب إذا هذا بياخد وجه أبيض الائتلاف الوطني والغرب إذا هذا بياخد وجه أبيض أنه يمدنا بهالدروع بهالمضادات الدروع ومضادات الطائرات، لأنه الجيش الحر والسوار بدنا نحصل عليهم بإيديها بإيديهم من الجيش العربي من الجيش السوري جيش النظام وليس الجيش السوري جيش القائد بدنا نحصلهم بإيدنا، فيا بيلحق الغرب أو ما بيلحق نحن هو الأفضل ما يلحق وما بدنا نحن لا الغرب ولا الشرق يتدخل نحن قلناها من الأول يا الله منا غيرك يا الله والله سبحان الله نحن وتعالى بهينا. أهم رسالة نوصلها للائتلاف الوطني إنه الشعب السوري ما هو شعب عربي ولا الشعب السوري، الشعب السوري أصلا بطبيعته بيكره السلاح حتى، بس الأمور اللي شاف شو صار بسوريا بلش تبص الزيتون قتلوا ثلاث اخوه او خمسه من نفس عائله او سته من نفس عائله بكل وقاحه وبكل دم بارد وحقد، ما راح والله يعني ما راح يقول الله يسامحكم يعني هي طبيعه الشعب السوري، طبيعه الشعب السوري تعب شعب مسامح وكريم، بس اللي سواه هذا النظام لا يمكن اي شعب بالعالم لا احد يزاول على الشعب السوري بزاد يقول لك انه أنا بدي مشي أموري برا لأنه هذي حقول على العربيين أو لا لا الشعب السوري برا العربي لا. يعني كان المجلس الوطني واللي كان رئيسه برهان غليون وكان محسوب على العلمانيين إذا فينا نقول هيك يعني وقت اللي يستلم إحنا قدام الائتلاف ورئيسه الشيخ معز خطيب واللي هو محسوب على الإسلاميين أو على الإسلام المعتدل، فرأيك هذا الشيء رح يخلق تغيير بالنسبة لنظرة النظرة الخارجية للثورة بالنسبة لنظرة الشعب الائتلاف؟ هلا النظرة الخارجية هلا احنا هون هذا الصفة كيف تشكل الائتلاف بالخفاء؟ هل هو ظهور الشيخ معز الخطيب بشكل حر وبطوعية وصل لهذا المكان، ولا انه كان في توافق عليه من قبل ما يظهر الاعلام؟ هلا نحن الموضوع كليته انا برايي ما راح اعطي رايي باي شخص لا بالدكتور برهان غليون ولا بمعز الخطيب ولا بغيره، كل الاشخاص نحن اكيد اكيد الفكر اللي بيحمله الشيخ معاذ من الإسلام الوسطي أكيد يعني هذا الحل الأمثل للوضع الموجود عندنا هون، هذا برأيي طبعا يعني إنه هذا الحل الأمثل الموجود اللي ممكن يظهر، بس بنفس الوقت ما بدنا نربط صورة الشخص مين من كان يكون سواء كان نحن عم نحكي بهيئة متكاملة بسلمها اليوم الشيخ معاذ الخطيب، بس ممكن بكرة ما يكون الشيخ معاذ الخطيب ممكن أي شخص، بس أنا اللي بيهمني إنه ماشي مع توجهات الأرض. هل الهيئة اللي تشكلت جديد لازم الكل الائتلاف يعني لازم كل أعضائه مو بس
رئيس الائتلاف. يعني امبارح الشاه معاذ الخطيب طلع بكلمه وجهها لمده دقيقه للصفحه السوريه للشعب. شخص مدافع ما يشتغل، بس نتمنى انه يكون الدفاع عمله ناتج عن تحريك انه بده يحركه في الداخل، وهو متطلبات السوار ما يترك ترجع تحركه الاجنده الخارجيه المطلوبه منه، وما يكون والله بس الوجد كشماعة بس انه منشان والله لانه اسلامي عشان ارضي كون الثوره اتجهت لبعد اسلامي، انه بس منشان ارضي العالم يلا حطينا لكم. حتى اذا انطرح على فكر من الخارج يعني، واستشار الشعب فيه بالتواصل معه، وقع على الشعب فيه يمشي عليه. هلا بيرجع مثل ما حكينا، نحن ما بدنا نربط ثورتنا بهذه الشخص معاذ الخطيب ولا شخص ولا حتى يعني. نحن الفكره اخر شيء بنربطه هو بالوقود تبع الثوره اللي هو هذا الشعب الموجود على الارض، نربطه بهذا الشعب بينجح الائتلاف، تنجح الثوره، بيكونوا ادوا المرحله المطلوبه منهم اللي هي المرحله حتى يسقط النظام، بعدين بكل حدث حديث كيف تدار البلد، شو النظام بتشكل البلد، وقتها بنحكي فيه. اليوم الحكي فيه غلط كبير، نحن اللي بدنا اياه بس انه يكون التعامل بسن والتعامل بتمثيل حقيقي، مو انه والله انا بس اي الله لانه معاذ. انا اذا بدي اخذ اراء العلم انا حسيته بالعلم، يعني مجرد وجود الشيخ معاذ في راحه نفسيه، في راحه نفسيه بالاساس، هو في بعد اسلامي موجود عندنا على الارض، ففي راحه طالع من صميم الدين. بس اما حتى لو كان يعني في راحه نفسيه لمعاذ الخطيب، ولكن اذا اخر شيء ما نجح، ما اعطاني طلبات الشعب، ما مشي مزبوط مع الشعب، حتى لو كان اسلامي ما راح اقول له، ما راح نشجع، اكيد راح نوقف بوجهه ونقول له اخر حازم اي تعقيب. نحن يعني تأملنا خير وقت الحيوات حطوا رئيس الائتلاف هو الشيخ معاذ الخطيب، ولكن نتمنى انه نشوف شيء على الارض، لانه اهم شيء يعني الشعب السوري قلنا صار بده خطوات ملموسه. يعني فتره الثوره وفتره الازمه والناس عم تتعذب كثير، نتمنى انه تمشي الثوره للامام. اخي ابطل هلا شو نحن في عنا قول بانه المسجون يعني بيتمنى اي شخص يفتح له باب السجن، ما بيهمه من شخص. ونحن الشخص الشيخ معاذ يعني شخصيه محبوبه من الداخل يعني متوازنه واسلامي معتدل يعني. والفتره الاخيره نحن ريحت الامور، الفتره الاخيره اغلب الاعلام توجه لبس فكره انه في قاعده بسوريا او في فكر متطرف او انه هدول عم يمثلوا الغرب ارهابيين او لا، هالشيء ما موجود بسوريا. نحن غالبيه الشعب السوري مثل ما شعب طيب وبده يرجع لشغله. يعني كنا طلعنا للثوره لنصرة الدين، لنصرة اخواننا الدرعا، وحتى في اسيره اهل درعا امبارح في لافته ارتفعت بدرعا المسلمون كلهم معك يا جورج صبره. يعني نحن كان مسيحي كان علوي كان درزي كان كردي ما بيهمنا الاشخاص، يعني نحن كلنا طلعنا نصرة للدين، نصرة لاخواننا بدرعا ولهالدم ولهالاعراض الانتهاكات. نحن بدنا نخلص يعني حلوة بمرة، بدنا يخلص الشعب، بدنا يرتاح، يرجع لعمله، يرجع لأشغاله. لا فكرنا متطرف ولا عنا متشددين ولا عنا هالفكر المنحاز. مثل ما قلنا كمان من جرسل للأخوة الأكراد بنرد نعيدها، شو قصي هون عم يستنى ولا ينطوا لا يفتحوا مبررات للناس اللي قصة المعارضة ما اتحدت، ولا الأستاذ عمار القربي ولا باقي الناس. الائتلاف صار شئنا أن أبينا، خلي نحن نقيم هالعذر للدول كلها. تشرف الكرد يشارك والاستاذ عمار القرامي وفلان وفلان يشاركوا تحت المجلس، ونمنع هالعذر للدول الغرب اللي صار لها سنه وتسع شهور عم تنطط فيه. انه يعني نحن متاكد شبه الداخل شبه متاكد اذا بدك صف لهم الشعب السوري واحد واحد بده يقول لك اسا ناقص فلان ليش مو موجود. نحن هالعذر خلينا نشيله، ونحن الثوره مستمره مثل ما حكينا بمجلس بائتلاف بغيره، نحن عم نناضل لحريتنا. وبالنهاية بالبداية وبالنهاية الله معنا. نحن متأملين منه خير، لأنه هو يعتبر من قيادة الداخل بهم الخارج. هو شايف الوضع مثل ما شفناه، وهو كان خطيب نزل دمه وقال لي اللي له الفقر والشرف إنه طلعت أول مظاهرة بسوريا بالجامع الموجود. هو يعني هدي وجره شرف الموضوع يعني. فهو يعني ابن الثورة مثلنا، ما فينا نزود عليه لأنه هو شايف الوضع مثل ما شفناه نحن. نتمنى له الخير. انا بدي اوجه له رساله للشيخ معز، انه كان بالداخل وعايش الوضع، ما مثل المجلس السابق انه كان برا وهدي، واللي كانوا برا ظلوا مستمرين بالمجلس، بس كانوا بالداخل وطلعوا اشتركوا بالمجلس
ما حنذكر اسامي، ما طولوا ما شافوا الشغل قام تركوا وانسحبوا من المجلس. حنوجه رساله للشيخ معاذ انه كيف بالداخل وشاف الاوضاع اللي كيف بالنسبه لك يعني تغتصب والحق والاولاد كيف عم تعلم وعم تقتل كل دمبيري، انه يحط ابنه انه صار فيها ويشتغل على الاساس، والله ولي التوفيق. اي تعقيب خطا ان شاء الله انه الائتلاف الوطني سينجح ان شاء الله، ولكن اوجه نصيحه لاعضاء الائتلاف الوطني انه الغرب من امريكا واوروبا والشرق من روسيا والصين والكيان الصهيوني وايران يتمنون ان تفشل الثوره السوريه لكي يرتاحوا من هذا الهم، ولكن ان شاء الله الثوره منتصره فليأخذوا حذرهم ان شاء الله. تعقيب على الحكيم، يعني نحن كمان موجهنا رساله للائتلاف ويسمعوها جيدا، سواء مجلس وطني او ائتلاف او مثل ما، اذا بده يشتغلوا بصدق نحن معهم، اذا بده ما يشتغلوا بصدق هالشعب السوري اللي قام كله شعب بسيط يعني ترك عمله ولحق لهالنظام الطاغية وهالظلم قادر يسقط اي ائتلاف، اذا بدك تجمع ائتلافات الدنيا كلها ما راح يجي يعتمد على النظام، العالم كله صافر مع النظام ونحن خرجنا نصرة للحق، ما راح يردنا لا ائتلاف ولا مجلس، ولذلك يحطوا مصلحة الشعب قدام عيونهم ويشتغلوا على الاساس، ونحن مثل ما اقول لك شعب طيب وما عندنا مشكلة بأي شخص مسلم ولا عندنا دولي لا مناصب ولا عم غالب ولا مكاسب، بدنا نخلص من الظلم ونرجع لأعمالنا ولأشغالنا ولأهلنا. الشعب السوري لا شرطه مسلح ولا شرطه سوار، الشعب السوري شاب بده يرجع يمارس حياته الطبيعية مثل أي شاب بالعالم. قبل هالنظام ما كان الاسم زراء مسيحي؟ قبل هالنظام كان الاسم زراء مسيحي، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة مسيحي حتى يعني بيجي سنة أو تسعة أشهر بدون الاعتدال قادر يمشي الساعة 10 سنين. نعم. رغم إنه مثل ما حكينا نحن بدنا نخلص بس كمان ما نستعجل. نعم. إحنا بدنا نوصل للشيء اللي طالعين من شأنه يتم الحق مظبوط وتتحقق وقت الحرية لكل العالم. وقتها نحن حرين بشو بدنا نروح، شو بدنا يكون، شو بدنا يكون عنا حكومة، شو بأي نمط كان ما حد يتدخل فينا. هون في سؤال، هلا أنت برأيك الشخصي هاد المجلس هاد الائتلاف عفواً راح تنتج عنه حكومة؟ وهي الحكومة هيكون راح تكون شكل للدولة السورية الجديدة اللي هي تكون بعد النظام. أنت برأيك الشخصي شو يكون شكل هالدولة؟ هلا بس على نقطة إنه هي راح تكون شكل للدولة المستقبلية، أنا ما بعرف الدولة لسبب إنه أنت هلا مرحلة يعني في فترة هذه انتقالية، هذه أكيد ما راح تعبر 100%. أقصد ملامح الخارجية يعني. تمام. بس بنفس الوقت بعد بقول لك هون سياسة، والسياسة بدها بعض التنازلات هن بالنسبه للسياسيين بالنسبه للافكار، اما لاخر شيء هو بس بده يعطيني هلا هالمرحله هي الحكومه بتتشكل على الائتلاف طبعا بعد ما ياخذ الشعبيه، ومثل ما حكينا يعني اذا بده ياخذ اعتراف من كل دول العالم واخر شيء وشكل حكومه ونحن ما اعطيناه الاعتراف فهو صائب مستعدين مو بس له يعني نظام بشار الاسد ونظام الائتلاف واي نظام بده يجي اذا ما كان الشعب موافق على ومين ما وقف وراه راح ينسقطوا. بس اما انه ياخذ مثلا هو انطباع الدوله القادمه انا برايي ما راح يعبر بشكل متكامل عن الدوله اللي جايه، لانه المرحله اليوم لها خصوصيتها ولها يعني مثل ما قلت لابد من التدخل السياسي بالموضوع وانه يكون في بعض الوجهه مثل ما بيقولوا يعني اخاف حازم تضيق الصوره. انا برايي يعني سوريا مرت بفتره يعني ما عاد الشعب السوري بالاخطاء لانه تعلم من اخطاء 50 سنه يعني المفروض انه تظهر قيادات جيده وما يصير في حكم مطلق لفرد، يصير في حكم مؤسسات صحيحه مبنيه على اساس سليم وفي اختصاصات وكل انسان يعني يصير الرجل المناسب بالمكان المناسب وتصير قيادات موقيت فرد. انه هذه خطأت سوريا 50 سنه حطت كل شيء بشكل فرد التدوين الأول. لو في بسوريا مؤسسة صحيح وعم تمارس عملها ما كان سوريا وصلت. أخي أبو حازم بس تعليق على كلامك إنه النظام السابق هو مو نظام كان يعمل بمفرده، هو كان نظام عميل للغرب متآمر لتدمير الدولة السورية وتخريبها، وإلا الدولة السورية لازم تكون من أفضل دول العالم بكل المجالات. تفضل أبو موضوع الحكومة الجديدة أو الدولة المستقبلية يعني هذا
سابق لهوينه، مثل ما قلت نحن ما عندنا مشكله بالاشخاص لا كرد ولا علويه ولا مسيحيين. اقرب مثال يعني عندنا ببلدنا هون المسيحيين والاسلام صار لهم مئات السنين مع بعضهم وما صارت ولا مشكله تذكر عبر التاريخ. يعني مثل ما عم لك الشعب السوري طيب وبهم بالنتيجه السلام، يعني انه يرجع لبيته لشغله لعمله والاقدار بيقود. يعني انت جاي ان شاء الله انتخابات ومرحلة والبيسبة كفاءته وقدرته يقول ما عندنا مشكلة مين ما كان، علوي سني كردي شيعي مصري شو ما المشكلة، البيسبة جدارته وقدرته يقود البلد ما في مشكلة. محمد نفس حدا حكوا الشيء ما في حاجة. طبعا على أول مجلس السيتو مثل ما بيقولوا بغو، أنت برأيكم قداش لازم نعطيه فترة حتى يثبت وجوده، حتى يثبت إنه هو صادق وإنه هو راح يشتغل، قداش هالفترة لازم تكون كحد أقصى؟ يعني ما فيك تحدد فترة، لأن إحنا في نقطة حكاوها على الشباب إنه يعني مو يعني أول تجربة هي مجلس وطني كان موجود وهو لابد من عمله. يعني خلال أسبوع ممكن يتم دراسة لكل العقبات اللي كانت أو التقصير اللي كان موجود عند الثغرات كانت موجودة عند مجلس وطني مباشرة الائتلاف. يعني عناصر الائتلاف إنه موجودين كانوا على الأرض وبيعرفوا شو المتطلبات شو الهدف، يعني ما إنه مباشرة جابوا حطونا قالوا أنتوا عدوا هون وظيفة جديدة أو محمد مجلس وطني هو جزء من الائتلاف اليوم. إيه ما إنه وظف يروح ويدور على ثغرات بالضبط، هو بالأساس مجرد إنه وجود المجلس الوطني هو مشارك معهم فمباشرة يعني واضح الأمور العقبات اللي كانت موجودة بدهم يتلافوها. التواصل مع الأرض وتشكيل الهيكلية الأولية لبدء بالعمل هذا بيعطيك إنه خطوة لقدام. بالضبط. أما أنا حددت فترة والله إنه ما بدنا ندخل بمجال الفترات، لأن يعني كل يوم هي مهمة للنظام وكل يوم يعني كل شخص عم يموت. طيب ما بدنا يعني مثلا هلا مثلا الجيش الحر عم يطلب مضادات دروع مضادات طيران أكثر، فهلا يسعى يعني لتأمينه للجيش الحر مشان أسقط الطاغية، لأنه يعني هلا السماء له والأرض للجيش الحر، يعني معروفة بغلقوني عندنا ما في شيء يعني طبعا، بس باقي المدن الأرض للجيش الحر والسماء هذي وما منطلبين إن شاء الله بس السماء والأرض اليوم إن شاء الله عشان حالنا يعني هو الائتلاف الوطني الحقيقة هي مهمة صعبة، يعني ما فينا انه نقول من حتى ما يقولوا عنه انه قاعدين عم ننظر مهمة صعبة. يعني هو بين نظام ديكتاتوري ما عاد تفرق معه القتل اللي بيقتل واحد بيقتل مليون، وبين دول كمان كلها لها مصالح ولا سياسات بيقلبوا على المهمة بالكرة الأرضية. ما حد يغير مطالب الشعب. نعم بس مثل ما بقول لك ما فينا نعطيه فترة محددة أو فترة زمنية، لأنه مثل ما قلت وضعه يعني وضعه كمان صعب. بس لو تكون مبين عنوانه إذا بده يشتغل يعني في يعني بنرغب إنه يتواصل بعد نعتبر خطوة أولى يعني إن شاء الله. ما في نطالبه بأكثر من ما يستطيع، بس المهم إنه يكون عايش الواقع اللي عايش اللي عايشه أي قرية سورية يكون عايش الواقع. نعم هلا الرسالة اللي يفهمها العالم كليته والمجلس والدول العربية والعالم كله انه نحن سفن الرجعه حرقناها من زمان، ما ضل عندنا مجال، يعني ما ضل عندنا خيار تاني، يا نحن يا هالنظام. نتمنى من الائتلاف يكون معنا ما يكون بصفتين اكثر من هيك معنا اخي. ان شاء الله الثوره منتصره وفتره للمجلس الائتلاف الوطني ممكن اسبوع تنجح الثوره ان شاء الله. وبدي اقول كلمه انه سوريا بعد الثوره غير سوريا قبل الثوره، ووجه الكرة الأرضية إن شاء الله بده يتغير بنجاح الثورة السورية إن شاء الله، ويكون خير لكل العلم وللسوريين أو للعرب أو للمسلمين لكل العلم بإذن الله بنجاح الثورة السورية إن شاء الله. أي زيادات أو رسائل تحب توجهها للمجلس؟ نتمنى لهم التوفيق. نحن زيادات لكم إنه أنتوا عم تسعوا لأنه توصلوا صحيح العلم بالائتلاف. نعم سيارات الائتلاف يسمعوا العلم. نعم نحن طبعاً نتمنى هالشيء. أنا في عندي بس بعد إذنك رسالة للشعوب العربية خاصة بمصر وتونس وليبيا واليمن، الشعوب تحررت أو شبه تحررت، أنه الشعب السوري كل يوم من 100 إلى 200 شهيد، وهي الأرض باركها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش ما نحن عم نتحركوا لأجل هالشعب السوري لمساندته؟ يعني نتمنى أنه يتحركوا لأنه يعني نجاح الثورة السورية نجاح لكل الشعوب العربية. الشعب السوري مرقت مثلا فترات
حضن كل شعوب، تجمع ابناء بالشارع في يعني جريمة يعاقب عليها قانون جزء طير أدب. نعم. أما هلا لو الشعب السوري أي شعب بالعالم هلا عم يعاني مثل ما عم يعاني الشعب السوري، والله والله لن يسقط أي فرد من الشعب السوري. أكبر مثال على الشعب. لن يسقط أي فرد. مينمار. لأن إحنا ما نبيه. المظاهرات ما نبيه. وغزة. وغزة المظاهرات ما نسيتها. كمان مثال للشعب يعني إحنا يعني لاحظنا إن إحنا مو اللي يعني صاب غزة يعني فعلا غصب قلوبنا وحيونا إنه ما عم نقدر نقدم شيء. بس شفنا يعني من خلال أقرب مثال شاشة الجزيرة المباشرة يعني كل الشعوب تفاعلت يعني مع غزة ورسائل ودعم ومن اليمن ومن السودان ومن مصر ومن موريتانيا ومن كل ده. يعني هل إنه الدم الفلسطيني يعني أغلى من الدم السوري أو شو يعني نتمنى من الشعوب تقدر موقفنا يعني. يعني شغلة غزة أثبتت بالدليل القاطع إنه ليست إسرائيل هي العدو الوحيد بالمنطقة. الأنظمة الدكتاتورية هي عدو الشعوب. قبل إسرائيل نتمنى تصحى الشعوب. نحن ما لنا معولين لا وكل إنسان يتمنى الخير للشعوب العربية سيصطدم مع هذه الأنظمة الدكتاتورية لأنه هي الحاجز اللي صايرة بينه وبين بقية الشعوب طبعا العربية. طبعا نحن بنعلن تأييدنا لأهل غزة ولحماس. نحن معهم قلبا وقالبا. منتظرونا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. حاب ننهي هاللقاء مع الوجوه السورية في مدينة آرا اللي كان حول الائتلاف السوري اللي شكلوه من جديد. إن شاء الله نتمنى إنه يكون موفق بعمله وتكون وصلتوا رسائلنا اللي عم نوجهها من مدينتنا. شكرا لكم ومتابعتكم.